جاءت فترة على النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي واحتبس عنه الوحي، فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وإلى الوحي عند الله. فلما نزل جبريل بعد فترة من الانقطاع قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني خليها زيارات كثيرة. فقال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. يا محمد ترى احنا ما ننزل إلا إذا أمر الله، إلا إذا أذن الله، والله ما يتقدم ملك خطوة ولا يتأخر أخرى إلا بأمر الله تبارك وتعالى، والله ما ننزل إلا بأمر الله ولا نصعد إلا بأمر الله. قال تبارك وتعالى على لسان الملائكة: وإنا لنحن الصافون. وقال أيضا: وما منا إلا له مقام معلوم، مقام ما يتعداه وما يتخطى، الله خلقني هنا ما أتجاوز هذا المكان. شوف الطاعة كيف